أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المقصود بالتحريم فيما بين الزوجين هو النوم في فراش واحد عريانين، أم المقصود الجماع وهما عريانان؟ كلاهما، كلاهما، نعم. أحسن الله. ما يشبهون البهائم، ما يشبهون البهائم. يا بني آدم قد أنزل الله عليكم لباسا يواري سواتكم، فلا يتعرى وينام عريان، بل يلبس، يلبس ما يستره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هذا من عدم المروءة أن الإنسان يجلس عريان أو ينام عريان أو يمشي عريان بين الناس. نعم.